FM. الكلمة ليك. بلوى تونس نيا اليوم، خلينا نحكيه بصراحة، هو نظام الحكم والقانون الانتخابي. قل لي علاش. قل لك جربنا زوج تجارب الشعب التونسي، انتخابات 2011 اللي كان تحت عنوان ضد النظام القديم والناس اللي تخاف ربي والناس، حركة النهضة كانت هي الحزب الوحيد القادر وقتها لأنه منظم ومهيكل، تحصلت على 36% من الأصوات بالنظام بالقانون الانتخابي اللي موجودة، أكبر البقايا إلى آخره. 2014 كان تحت الفوت يوتيل وضد الإرهاب وهيبة الدولة، نداء تونس تحصل على 39% بالقانون الانتخابي هذا وبنظام الحكم النظام البرلماني، ما ينجم حتى حزب سياسي يتحصل على الأغلبية باش يطبق برنامجه الانتخابي. يدي عملية تحير على الشعب التونسي قادر تصير بالقانون الانتخابي نظام الحكم. كيفاش؟ لأنه إذا كان ما فما حتى حزب يتحصل على 40% والناس مشات تعتقد تصوت البرنامج الأحزاب، ما باش تلقى حتى برنامج، ما باش تلقى حتى برنامج اخترته، لأنه ما فما حتى حزب يتحصل على 40%. شي يصير؟ يصير توافقات حزبية بين فلان، بين حزب الأولاني والثاني والثالث والرابع، يعني ندخل معاك خبيني ملفاتي على حساب شكون؟ هاني شو قولك، مش على حساب الملفات وعلى حساب الدولة وعلى حساب قوتها، وش تعطيني وش نعطيك، وعلى حساب الكفاءات التونسية. هذا هو وقعنا اليوم، مش محتاجين احنا. قولي حركة مشروع تونس شنو تطالبوا، وبدينا نقولوا فيها نطالبوا بتغيير الدستور، ويلزمنا نقعدوا حول توانسة الكل حول طاولة واحدة ونشوفوا هالقانون الانتخابي ونظام الحكم. كاب اف ام الكلمة ليك.